نطلع على اس او خلينا نطلع بس على لو بدي اطلع الان probability ل اس هاي فورمولا فور اس وتذكروا انه اس هي الاكسبكتد فاليو اوف سمول اس او هي الافرج فاليو اوف اس راح افترض ان عندي بي هلا احد الاسامبشنز المهمه راح نفترض انه بي از ا كونستانت والثاني الشيء المهم الثاني انه passenger decisions are independent يعني اذا passenger واحد اتخذ قرار معين ما راح ياثر على الباسنجرز الثانيين اوكي كل passenger هو كانه منفصل جاي هو في جيرني مختلف اذا passenger decisions are independent وبعدين passenger destination تتناسب مع UI UI اللي هي population of the ith floor فقراري اني اروح على طابق رح يعتمد اللي حكى عنه شوي قبل شوي جروان قراري اني اروح على طابق معين بتناسب طرديا مع البوبيليشن اللي موجودة هناك مش البوبيليشن هي موجودة لما اروح البوبيليشن اللي ساكنة في هذا الطابق فإذا عندي طابق معين بيمثل عشر العمارة البوبيليشن فيه 100 والعمارة كلها 1000 معنى احتمال انه باسنجر معين يروح على هذا الطابق هي 10 واحد على 10 إذا بناء على هذول رح ناخذ هلا الاشتقاق هلا عندي البروبابيليتي اوف اي باسنجر اي باسنجر going to floor اي رح نفترض هلا في المعادلة هاي الاشتقاق equal floor populations رح نفترض انه البوبيليشنز كلها ايكوال على الطوابق فاحتمالي اني اروح على طابق ايش بيساوي اذا عندي n واحد على n اذا 2a floor واحد على n طب شو احتمال انه ما يروح على هذا الطابق واحد ماينس واحد على n اذا رسمنا الفن دايجرام اذا كان عندي ايفنت a هذا الايفنت بيكون a بار وهاي اسمها اليونيفرسال سيت اليونيفرسال سيت احتمالها تصير واحد فهون مجموع الايفنتس التنين هدول التنين بنسميهم mutually exclusive ما بيقدروا يصيروا التنين مع بعض اذا راح الطابق ما بقدر اقول انه ما راحش على الطابق يا بصير هيك يا ما بصير يا بصير يا بصير العكس تبعه اذا انت اليوم اجيت على الجامعه معناها انت اجيت على الجامعه انت ما ضليت في البيت ما بقدر اقول انه في احتمال انك اجيت على الجامعه وما اجيت على الجامعه بنفس الوقت الا بالكوانتم ميكانكس هذا بصير مش هيك ايوه تفضل علي صوتك البي نعم البي عدد الباسنجرز اللي بحطهم في المصعد وانا بفترض انهم كونستنت في كل راوند تريب هي الكاباسيتي تقريبا هلا في ناس بقول انه هي اذا كانت الكاباسيتي سي سي ما راح يعبي غير ل 80% من سي سي هذا نقاش عليه جلسات طويله ومؤتمرات ولجان في لجنه لحد هلا صارهم بتباطح حوالي سنتين ونص ثلاث سنين يقرروا قديش بيطلع في المصعد اذا كان الكاباسيتي تبعته وهذا شيء مهم للشركات المختلفه لأن الشركة بتقول لك أنا إذا افترضت هيك أو ما افترضتش هيك راح أثر علي بالسوق، ففي لجنة لجنة صار لها يمكن سنتين أو ثلاث سنين بس حاولوا يتفقوا قديش عدد الناس اللي بيطلع، أوكي؟ إذا هون هدول ميوتشوالي إكسكلوسيف بنسميهم يعني يا بصير واحد يا بصير الثاني، إذا probability of a passenger not going to a floor بتساوي واحد ماينس واحد على n. طيب شو احتمال إنه ولا passenger يروح على الطابق؟ لا الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس لحد البيث باسنجر لا ليش ممكن كلهم يقرروا ما يروحوش ما يروحوا على الطابق ما يروح على الطابق المعين تمام افرض الخامس عندي الطابق الخامس جيت قلت عندي سبع باسنجرز الاول قرر انه ما يروح والثاني قرر انه ما يروح وهم اندبندنت والثالث قرر انه ما يروح والرابع قرر ما يروح شو احتمال انه هذا الحدث يصير؟ 1 على 1 على n هو 7 1 على 1 اذا للاول راح يكون 1 ناقص 1 على n مضروب في لانه حتى 2 ايفنتس يصيروا اذا الاول احتماله نص والثاني احتماله نص انه الاثنين يصيروا احتمالهم بس هذا بشرط ايش؟ بيكونوا اندبندنت ايفنتس يعني القرار الاول ما اثر على القرار الثاني الايفنت الاول ما اثرش على القرار الثاني خليني اعطيكم مثال على 2 اندبندنت ايفنتس لو انت في طالب هاي همام في كليه الهندسه في طالب اسمه محمد عادل العمري في الشريعه ما بتعرفه قراره بياثر عليك
لو هو قرر انه ما يجي انت بتغير قرارك انك تيجي او ما تيجي تمام. اذا احتمال انك تيجي على الجامعه 3 ارباع واحتمال انه هو يجي على الجامعه 3 ارباع، ايش احتمالكم انتوا الاثنين تيجوا؟ 3 ارباع في 3 ارباع. لكن لو الشاب اللي هون زميلك ايش اسمك؟ عمار. عمار انت صحبه كثير انت وعمار، ها احتمال انك انت تيجي على الجامعه 0.75 واحتمال انه هو يجي على الجامعه 0.75، ما بقدر احتمال انكم تيجوا الاثنين لانه في تاثير لقرار وعلى قرار. فلازم اقول شو احتمال انك انت تيجي على الجامعه، بعدين اقول شو احتمال انه هو يجي على الجامعه جيفن انه عارف انك انت اجيت على الجامعه، يمكن ترتفع فرصه تبطل 0.75. اوكي هذول ديبندنت ايفنتس، هذوك الاثنين اندبندنت ايفنتس. اذا صار عندي 1 ماينس 1 على ان وتساوي 1 ماينس 1 على ان للقوه بي، هاي البروبابيلتي اوف نو باسنجر going to this floor. احنا بحكي عن طابق محدد، اجيت حكيت عن ايث فلور، طابق محدد احتمال انه ما حدش يروح على هذا الطابق. هاي الاحتمال هي 1 ماينس 1 على ان للقوه بي، وسمح لي اني اضربهم كونهم اندبندنت. اذا ايفنتس مش اندبندنت ما بصير اقول احتمال التنين يصير هو حاصل ضربهم، لانه في واحد منهم اثر على الثاني. اوكي راح اوقف هون وكمل المره الجايه.